انا عبد الرحمن حميد، جون نادي الاهلي ومنتخب مصر كره اليد. حصل على كاس العالم مع منتخب الناشئين وجائزه احسن مدافع. فكره الجائزه وكده دي طبعا ما كنتش بفكر فيها ولا كنت عارف اصلا، حتى قبل الماتش النهائي ما كنتش مش عارف انا تصنيفي ايه في الاجوان في البطوله دلوقتي او نسبتي ايه، بس ربنا وفق برضه الحمد لله. وبعد الماتش لقيتهم بيقولوا لي انت احسن مدافع في العالم، نسبتك اعلى واحد وكده. بس طبعا بقى اهلي حاجه تانية يعني، والدي ووالدتي يعني من وانا صغير هم يعني مسؤولين عني في الحته دي بالذات. ممكن مثلا بيشيلوني في حاجات كتير، زي مثلا الامتحانات ممكن اخويا يحلها لي. مثلا كنت بلعب كوره في الاهلي الاول وكنت في ناشئين الكوره في الفريق، بعد كده حصل ظرف كده ما اعرفش ايه اللي حصل اصلا. انا بزنس في الاكاديميه البحريه، لسه بدأ اركز في الدراسه السنه دي الصراحه. يعني مثلا السنه اللي فاتت وقت كاس العالم ما كنتش مركز فيها خالص، حتى ما دخلتش اصلا الامتحانات ولا دخلت اي حاجه. الحمد لله عوضتها السنه دي، يعني جبت كل اللي كان فايتني. يعني كنت اتاخرت سنه، دلوقتي خلاص يعني نزلت في السمر برضو وحاجات مواد وكده، فالحمد لله لحقت. يعني مش بزعل، بس يعني طول ما احنا بنحقق بزعل. يعني طول ما الهاندبول هو اللي صغير في مصر، او هو يعني الصغيرين والكبار واللي في النص وكل الاجيال بتتحقق، بالذات كمان في بطولات عالم واولمبيات وكده، فبيبقى حرام فعلا ان الناس دي ما تتعرفش او ما تظهرش زي بتوع الكوره، يعني مع انهم بيحققوا احسن منهم بكتير. الجون مثلا الاعلى جون الدنمارك اسمه نيكلاس لاندن. وفي في مصر بقى ناس كتير طبعا، زي كابتن حماده النقيب، حماده الروبي، ايمن صلاح، كريم هنداوي. لا في اسامي كبيره قوي يعني. والله مش كده، ممكن السوشيال ميديا هي اللي عشان السوشيال ميديا هي اللي بتحرك اصلا، علشان الاهلي دايما في الكوره هو اللي مسيطر، فالجمهور بتاع الاهلي مركز مع الكوره، جمهور الزمالك مركز مع الهاندبول لان الهاندبول بيحقق اكتر من الكوره ودايما ظاهر. فدي ممكن تكون برضو يعني بتعلي كفه الزمالك في الهاندبول بالنسبه لجماهيره. ممكن كهربا، واحسن جون طبعا الشناوي. يعني هو مروان محسن بالنسبه لي انا ممكن يعني بعيدا عن برضو المحترفين، هو احسن مهاجم في مصر. هو ما بياخدش فرصته كامله اول حاجه، يعني ضغط دايما الجماهير والاعلام عليه، مش عشان هو وحش، ممكن عشان هو مش موفق دايما او حظه وحش. واصاباته كانت كتير الفتره اللي فاتت من ساعه ما جه الاهلي، يعني لو تلاحظي كده من ساعه ما جه الاسماعيلي هو في الاهلي دايما كان اصابات. لا ما اعتقدش. تاني كده ازاي ارد على السؤال زي ده؟ طيب مركز في التمرين اكتر، يعني بحاول اتمرن دايما، اي وقت فاضي عندي بتمرن، وبالذات كمان ان انا مش ملاحق الجامعه اصلا، فالدنيا ماشيه الحمد لله. مش قوي برضه ساعات يعني، بس دلوقتي الوقت الاكتر مركز في التمرين. هو فتاة احلامي. طب ايه السؤال؟ يعني ايه فتاة احلامي؟ مين يعني في الناس اللي باينه دي مثلا؟ يعني انا بحب مين في الممثلات مثلا؟ ممكن امينه خليل مثلا. والله مش مستحيله، بس هي صعبه، يعني هي صعبه لان في الفرق الناشئين او الشباب بتبقى الموضوع اسهل شويه، ان انت يعني بتبقى الفرقه دي لسه زيك زيها، ما عدتش بالخبرات مثلا غيرك او ما لعبتش اكتر منك، لا انتوا زي بعض. وزاد احنا بيبقى عندنا الروح طبعا، واللعيب المصري معروف يعني بيبقى مش عايز يخسر كده. فانما الفرق الكبيره المنتخب الاول الموضوع اصعب بكتير، بس مش مستحيل. يعني احنا عندنا برضو لعيبه كبيره ومحترفه واهلي وزمالك، ويعني لا الموضوع قريب. يعني انا ان شاء الله شايف ان شاء الله يعني احنا التارجت بتاعنا وصول نص النهائي ان شاء الله. لا ما احبش اقابل في البطوله، ما احبش اقابل ولا الدنمارك ولا النرويج. في الجزائر وتونس منتخبين كويسين يعني، بس احنا احسن بكتير، بس انا بتمناها مصريه يعني ان شاء الله.